إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل 2 كتاب في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئتنا في حلقة اليوم هي فرقد بنت أحمد بن حمد الحارثي، البالغة من العمر 10 سنوات. فرقد تلميذة بالمدارس المتحدة فرع المنى، تهوى القراءة لا سيما قراءة القصص، وتشارك هذا العام في مسابقة قطار المعرفة القرائية. القارئ الصغير. مرحبا فرقد. مرحبا. كيف حالك؟ بخير. انت اخت ثريا اللي شاركت معنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج. ايوه. تعرف ايش معنى اسمك؟ نعم. ايش معنى؟ النجم القطبي. النجم القطبي. وتحبين القراءة مثل ثريا؟ نعم. ايش النوعية الكتب اللي تحبينها؟ كليلة ودمنة وسندباد البحر واشياء كثيرة. يعني القصص، كتب القصص فقط؟ نعم. ما في كتب ثانية غير القصص؟ كتب علمية. تقرين كتب علمية؟ نعم. مثل ايش؟ مثل الفضاء والنباتات والجسم. جميل. وانت مشاركة في مسابقة قطار المعرفة؟ نعم. احكي لي عن هذه المسابقة، ايش فيها؟ هذه المسابقة تكون ان يعطوك جوازات وفيها مراحل كثيرة. هذه المراحل كل مرحلة فيها 20 قصة. وانت الحين عندك 20 قصة؟ ايوه. هي قصص ولا كتب متنوعة؟ اي شيء. وايش تقول الكتب اللي عندك؟ بس واحدة. عندك كتاب واحد؟ ايوه. اللي هو ايش؟ الياقوت العجيبة. لكن ناوي تقرأ 20 كتاب صح؟ نعم. عشان ايش 20 كتاب؟ عشان المسابق، عشان الجواز. الجواز الاحمر ولا ايش؟ ايوه. وبعد الجواز الاحمر وين يصير؟ رمادي. رمادي ايضا 20 كتاب ثانية؟ ايوه. كل جواز على 20 كتاب؟ نعم. جميل. لما طلبت منك كتاب اخترتي لي كليلة ودمنة. نعم. ليش كليلة ودمنة؟ لأن تتضمن في الحكم وقصص جميلة. ولسان الحيوان. على لسان الحيوانات. جميل. ممكن تحكي لي كذا قصة أو حكاية من حكايات كليلة ودمنة؟ نعم. تفضلي. الثعلب والطبل. كان هناك في ثعلب جائع. وبعدين راح يدور في الغابة أكل حاله. زين. وبعدين شاف طبل. وكانت هناك في ريح قوية. الطبل كان وين بالضبط؟ معلق في الشجرة. وبعدين كان هناك في ريح قوية.
وكل مرة يسقط غصن ويدق على الطبل، والطبل يعمل كذا ضجة كبيرة، صح؟ نعم. وبعدين؟ وبعدين ما حصل أكل الثعلب. نعم، لأنه طلع الشجرة وشق الطبل وما حصل شيء، صح؟ صح. إيش الحكمة من هذه الحكاية؟ أن لا نحكم على الأشياء بالظاهر. جميل، صحيح، لأنه الطبل كان صوته قوي وكان ضخم، لما جاء الثعلب يفتحه ما حصل أكل، صح؟ صح، يعني خاوي. جميل. سندباد البحري، هذا إيش؟ كتاب؟ كتاب. كتاب إيش؟ قصة؟ قصة. إيش حكايته سندباد البحري؟ كان يعني هو ركب سفينة وبعدين راح يدور جزيرة، وشاف في الجزيرة بيضة كبيرة. وبعدين كان يحسبها بيضة غراب. اها، وهي ايش طلعت؟ هي طلعت مبنى. زين. وبعدين تفاجأ لما طلع مبنى. اها، جميل. والياقوت العجيبة قريتي ولا لسه؟ ايوه قريتها. عن ايش تتكلم؟ تتكلم عن كان هناك في واحد رجال كان تاجر وكان غني، بعدين لما تجي يعني يروحوا مجموعة يسافروا إلى بلاد. إنزين هو راح مرة واحدة مع المجموعة هذه. إنزين وبعدين هو راح وسرقوا له أغراضه. وبعدين استوى فقير، صار فقير. جميل. تروحين معرض الكتاب؟ نعم. من يودي؟ أمي. المعرض الأخير رحتي؟ أيوة. وإيش اشتريتي هناك؟ قصص كثيرة. مثل إيش؟ قليلة ودمنة. كتاب صغير، كتاب كبير، وملك صغير. جميل. يعني شريتي قصص كثيرة من المعرض؟ نعم. أمك تشجعك على القراءة؟ نعم. والدك؟ اللي الكتب اللي يقراها يخلينا نقراها. يعني اللي يقرأ والدك يعطيكم إياه عشان تقروه؟ نعم. ويسألكم فيه؟ بعض الأحيان. مثل إيش؟ أسئلة يعني تناسبنا. يضربي لي مثل على كتاب كذا أعطاكم إياه. تاريخ الخلفاء. هذا أيضا كتاب نفس الشيء تكلمت عنه أختك ثريا في حلقة سابقة. وأنت أيضا تحفظين أشعار، صح؟ صح. وإيش بتسمعين من الأشعار اللي تحفظيها؟ غاية المراد في الاعتقاد. غاية المراد في الاعتقاد. سمعيني إياها. الحمد لله منشي الكائنات على ما شاءها وبلا مثل هناك خلا، ثم الصلاة على المختار سيدنا، ومن إلى قب قوسين دنا فعلا، والآل والصحب ما كان الهدى علما، يهدي به الله للخيرات من عقلا. وبعد فالدين لا عذر لجاهله، إن كان من بعد تكليف به جاهلا. وأول الفرض من تأصيله جمل ثلاثة، فست إن تستحضر الجملا، وإن أتيت بها نطقا حفظت بها، للنفس والمال والسبي بها حضلا. ندين أن إله العرش ليس له شبه وليس له ند ولا مثلا، وأنه واحد في الصفات والعبادة والأفعال طرا فلا تبغوا به بدلا. أسماؤه وصفات الذات ليس بغير الذات، بل عينها فافهم ولا تحلف. الله.
ولا يحيط به سبحانه بصر دنيا وأخرى، فدع أقوال من نصلا ولا يكيفه وهم ولا فكر، ولا تحيط به الأقطار مدخلا، وهو على العرش والعرش استوى، وإذا عدلت فهو استواء غير ما عقلا. ممتاز يا فرقد، هذه منظومة فقهية صح؟ صح. جميل. بعد أنت أيضا مشاركة في مسابقة القرآن الكريم؟ نعم. كم جزء حفظتي؟ جزء واحد، والحين قاسة أحفظ جزء الثاني. حفظتي جزء عمة وليش؟ جزء عمة، والحين أبدأ في جزء تبارك. ممتاز. إيش بتسمعين من جزء عمة؟ سورة المرسلات. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ممتازة يا فرقد، ممتازة. خلينا الحين أسألك عن إيش أمنيتك تصبحي لما تكبرين؟ أمنيتي يوم أكبر أصبح طبيبة جراحة. طبيبة جراحة، ليش؟ عشان أعرف قسم الإنسان. الله، ممتاز. تحبين يعني تكوني طبيبة جراحة؟ نعم. أنت شاطرة في المواد العلمية؟ نعم. إيش أكثر مادة جايبة فيها درجات؟ تربية إسلامية. تربية إسلامية. أنت صف الخامس صح؟ صح. جميل. وإيش بتعملي عشان تحققي هذه الأمنية أنك تصبحي طبيبة جراحة؟ أكون مجتهدة في الدراسة. ممتازة. وإيش الحكمة اللي تؤمن بها؟ العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ممتاز. هذه الحكمة طبعا هي تصب في نفس القالب مع أمنيتك أنك تصبحي طبيبة جراحة، لأنه العلم في الصغر هو اللي إن شاء الله يؤدي بك في النهاية إلى أن تصبحي طبيبة، صحيح؟ صح. إذن فرقد بنت أحمد بن حمد الحارثي، الطالبة بالمدارس المتحدة فرع المنى، البالغة من العمر 10 سنوات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك. عفوا. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير.